هواري اوسوريو قبل مجلس اداره نادي الزمالك الجديد ما ينتخب كان في كلام المجلس هياخد قرار ايه مع اوسوريو، هل يستمر اوسوريو هل يرحل؟ كانت من وجهه النظر حسمت خلاص بقاء اوسوريو في نادي الزمالك ولا لسه في كلام؟ بص طبيعي بعد ماتش امبارح ما تقدرش ان انت كمسؤول او كمجلس اداره تقول انا هقعد مع الراجل اناقش مصيره او افكر ان هو مثلا يرحل بالتراضي او لا. مباراه سموحه ادت الفرصه ان اوسوريو يستمر في القياده الفنيه لنادي الزمالك، الزمالك عنده امبي، عنده بعد امبي مباراه اخرى في الدوري، عنده بعد كده بيراميدز في الكاس وبعد كده توقف، فانت عندك ثلاث مباريات قبل التوقف المقبل هيحسموا اكيد بشكل كبير جدا. لكن ماتش امبارح يا كريم ادى ثقه للناس، ادى ثقه لجمهور نادي الزمالك، ادى ثقه للمسؤولين في اوسوريو وفي الفرقه. اول مره نشوف الزمالك من فتره كبيره جدا يظهر بهذا المستوى، سواء على المستوى الجماعي واللعب الجماعي ما بين اللاعبين او المهارات الفرديه. اللعيبه ما شفناش في لعيبه ما شفناش تالقت بهذا المستوى من فتره كبيره جدا، في لعيبه ظهرت او اعادت مره اخرى بارقه، لعيبه زي عمر جابر، عمر ظهر امبارح بصوره جيده جدا، رؤى بالمناسبه عمر كويس، رؤى ظهر بمستقف، فماتش مختلف تماما. اول مره نقول ان الزمالك استفاد من التوقف مع اوسوريو الناس، فالموضوع لا اوسوريو مصيره. هل ممكن يبقى في تغيرات في الجهاز المعامل؟ بص في رغبه، عشان في رغبه، ولكن المجلس الحالي او المجلس الجديد اللي انا عارفه ان هم مش هيتعاملوا بهذا الشكل، يعني مش هيجوا مثلا قرار احنا مش عايزين فلان، لا هنقعد مع الراجل. والله لو الراجل ده طلب ده بشكل رسمي، ده طلب المدير. مين الاسماء اللي عليهم كلام في الجهاز المعاون ولا كلهم؟ لا مش كلهم يعني في اسم او اسمين ممكن يحصل تغيير، ولكن برضو مش بقرار من مجلس الاداره. هل منهم الكابتن عبد الواحد السيد؟ لا مش كابتن عبد الواحد، الكابتن عبد الهادي والكابتن احمد مجدي. لا ولا الكابتن احمد مجدي، الكلام على الكابتن محمد عبد المنصف، وكلام ممكن شويه على الكابتن مدحت عبد الهادي، ولكن زي ما بقول لك كده الجهاز لحد الوقت اللي بنتكلم فيه مكمل بصوره طبيعيه، الا لو اوسوريو طلب بشكل رسمي رحيل احد افراد جهازه المعاون، ولو حصل تغيير غير بقى يعني غير يعني حاجه ما طلبهاش اوسوريو هيكون تغيير وفقا للنتائج، هو تغيير كامل في الجهاز، بس ده متوقف على النتائج اللي مش مطروح حاليا ان هو اوسوريو ممكن يرحل. عظيم. طيب